هذا ما يكلفني هؤلاء ضيوف عندي، انا مش قاعدهم في مخيمات وانا مش يعني مش منزعج من وجودهم، لكن هذا ما يكلفني، فلازم هناك تكون مساعدات ومسؤولية أممية. طبعا يا فندم، لانه بطبيعه الحال الجهات الدوليه نفسها والامم المتحده اشادت بقيام مصر بمعامله الضيوف على قدم بس احنا المستوى مش مع عايزين المواطنين الاشاده المصريين. بصراحه. لكن بطبيعه الحال لابد من على الدوله المصريه ان يكون طيب. لديها تقدير شامل لتلك التكلفه، نعم. وبالتالي هذا الامر يسهل اي شراكات اخرى مستقبلا. والرساله واضحه يا فندم، انه يجب علينا انه الطرف الاخر ايضا يدرك ان تلك الاعباء التي تقوم بها الدوله المصريه بكل صدر رحب هي في حقيقه الامر ليست فقط مصلحه مصريه، وانما هي مصلحه على مستوى العالم ومصلحه للأطراف الأخرى الدولية التي يمكن أن تعاني من موجات من الهجرة. سبق أن شاهدنا كيف عانت تلك الأطراف وتلك الدول من موجات من الهجرة السابقة، ولكن مصر تقوم بدورها في رعاية الإخوة والأشقاء من الدول التي تستضيف مواطنين منها، وبالتالي هناك واجب على الأطراف الأخرى لدعم مصر. طيب كان ايضا في البيان ان التعليم والصحه، وزاره التعليم والصحه استعرضوا هذه الاعباء على وزاراتهم، هل في ارقام سياده المستشار ولو تقديريه؟ يعني في الحقيقه الارقام التقديريه يعني كانت كما تم استعراضها اليوم لم تكن، عشان اكون صريح معاكي، يعني كانت ارقام مبدئيه وليس يعني لا توجد ارقام حقيقيه، بمعنى انه كما ذكرت حضرتك احنا بنتكلم على حوالي 8.5 او 9 مليون مقيم غير مصري. يعني ما هو يعني اخذا في الاعتبار من يحصل على خدمات التعليم على سبيل المثال، وجدنا انه هناك اعداد بسيطه جدا لا تتناسب مع الحجم او العدد المعلن، وبالتالي لم نتمكن من إجراء اليوم أو الاطلاع اليوم على بيانات دقيقة، وبالتالي وجه دولة رئيس الوزراء بضرورة إجراء حصر شامل في هذا الصدد. لكن على سبيل المثال في مجال الصحة، يعني طبعا استعرض معالي وزير الصحة والسكان على سبيل المثال بعض الدعم المقدم من الأشقاء الفلسطينيين ممن قدموا على مدار الأسابيع الماضية إلى مصر، وتولت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات العلاجية وخلافه لهم. يعني معالي السيد الوزير أشار إلى أن مصر قدمت خلال الفترة الماضية بتكلفة تقديرية 289 مليون جنيه، فبالتالي هناك تكلفة بالفعل، لكن في الحقيقة ما زالت هناك حاجة لدى الجهات المختلفة لإجراء حصر شامل. طبعا هو بس أنا مستغربة طبعا إن هو هذا الحصر أصلا غير موجود عندنا من الأول، لأنه طبعا كل مواطن أو عفوا كل شخص بيجي مصر معروف من الداخلية، يعني معروف من الجوازات والهجرة داخل والإقامة، فيعني أكيد عندنا إحنا حصر بالأعداد، وإنه الحقيقة إنه منظمة الهجرة هي اللي مطلعة البيانات، كم من الذكور، كم من الإناث، كم من الأطفال، فيعني تخيلت أن الحصر ده موجود عندنا. ما نحاول أن نقدمه الآن هو حصر الأعباء، مظبوط كده؟ هو حصر الأعباء وحصر الأعداد أيضا يا فندم، لأنه في أعداد كما ذكرت أنه في أعداد من الضيوف غير المصريين سبق أن دخلوا إلى مصر سواء بصورة غير نظامية أو دخلوا بصورة نظامية ولكن تحت تسهيلات وتحت إعفاءات كانت تمنحها مصر لبعض الجنسيات من الدول الشقيقة. وبالتالي عملية أولا احنا محتاجين عملية حصر حقيقي للمقيمين من غير المصريين، وبالتالي عملية الحصر بتبدأ أولا وبصورة متوازية معها عملية تقييم شامل، لأن فندم المشكلة هي مش في الخدمات التعليم أو الصحة فقط، ولكن أيضا هناك خدمات ربما لم تكن منظورة أو يتم احتسابها في السابق. يعني مثلا
الطلب على الإسكان، الطلب على النقل، المواصلات، يعني لا هناك يعني بص، القانون ما يزعلش حد وحق مصر بالضبط. ما يزعلش حد، يعني خلينا نكون واضحين انه العالم كله بيتعامل بهذه الطريقه، لكن دعم تركيا كان واضح، دعم الدول الاوروبيه كان واضح، شوف عملوا ايه للاجئين في اوكرانيا ودعم الدول الاوروبيه ازاي اللي خدوا اللاجئين في اوكرانيا، فالحق ما يزعلش حد.